نبدأ بالتأكيد في الخبر الأول والحصري. اليوم علمت الرياضية بأنه سوف يتم توقيع عقد اللاعب سعد الحارثي، وفي مهمة خاصة للثلاثي عبد الرحمن الدحيم ومحمد المريبض وسعيد المزراقي المصور، توجهوا اليوم واستطاعوا الوصول إلى مكان الحدث واستطاعوا الحصول على موافقة إدارة الهلال التي نشكرها بالتأكيد على هذه الثقة التي نعتز بها كثيرا. هذه الصور حصريا فقط للرياضية السعودية، وكانت هي القناة الوحيدة التي حضرت هذا التوقيع بعد حديث طويل في الفترة الماضية عن توقيع اللاعب، حيث أعلنت اليوم إدارة الهلال رسميا توقيع اللاعب وعقد احترافي لمدة 2.5 عام ينتقل بموجبه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم. من جانب الهلال كما تشاهدون مثل الإدارة نائب رئيس الهلال الأمير نواب بن سعد، وبحضور مدير الكرة سامي الجابر ومحامي النادي ثامر الجاسر، إلى جانب طبعا اللاعب ووكيل أعماله. فهد حسبتك ما تلفت والله. عبد الرحمن عليك.